كما التقى مع الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه مع اعضاء اللجنه الامريكيه اليهوديه حيث تم استعراض مسار تطور العلاقات التاريخيه الوطيده والشراكه الاستراتيجيه بين مملكه البحرين والولايات المتحده الامريكيه وسبل الارتقاء بها في كافه المجالات بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما تم التطرق الى اهم القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك.